الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بوتازوت. خيم الحزن على بينس الفنانة المغربية دنيا بوتازوت عقب وفاة أخت زوجها التي حرصت على نعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وعمدت بوتازوت على نشر آية القرآنية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أرفقتها بتعليق جاء فيه: أخت زوجي عبد القادر بالكرمة في ذمة الله، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح الجنات مع الشهداء والصالحين وعائلتها الكريمة صبرا وسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك حبيبة. مباشرة عقب إنها الرسائل المواساة والدعاء للراحلة من قبل متابعي دنيا بوتازوت عبر تطبيق انستغرام. على الصعيد الفني يعد المسلسل الرمضاني بنات العساسة للمخرج إدريس الروخة أحدث عمل شاركت فيه بوتازوت والذي جمعها بتلة من النجوم المغاربة من ضمنهم الفنانة منى فتو، عزيز الحطاب، سعاد خوي، منصور بدري، ساندية تاج الدين وآخرون.